وهذا يقول حفظك الله، يقول قرأ الإمام آية سجدة وأثناء الصلاة، يقول قرأ الإمام آية سجدة أثناء الصلاة فلم يسجد وركع، فسجدنا نحن ظنا منه أنه ساجد لأننا لا نراه، ثم رفع من ركوعه فعلمنا بذلك فقمنا وجئنا بالركوع ثم تابعناه في بقية الصلاة، هل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، ليس عليكم شيء، صلاتكم صحيحة، لأن هذا خطأ وما تعمدتم هذا الشيء، وقد تابعتم الإمام ولا نقص شيء من الصلاة، الحمد لله. نعم.